بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في خدمة دروس. عنوان درسنا اليوم: الأجزاء من 100 للصف الرابع الابتدائي. تعلمنا في الدرس السابق الكسر العشري، وهو عدد تستخدم فيه القيم المنزلية والفاصلة العشرية ليمثل جزءا من كل، وكل شيء عن يمين الفاصلة العشرية يمثل جزءا من كل، فالعشر هو جزء واحد من 10 أجزاء متطابقة. وكما تعلمنا أن هذا الواحد الكامل نستطيع كتابته ب 1 على 1 أو 1، وما بعد الفاصلة لاحظ أنه 0، فهو يدل على أنه واحد كامل. أما العشر فنستطيع كتابته على طريقة كسر اعتيادي 1 على 10، أو كسر عشري عشر، وطريقة الكتابة 0 من اليسار ثم فاصلة ثم عن يمين الفاصلة الأعشار. أما درسنا لهذا اليوم فهو الأجزاء من 100، سنتعلم قراءتها وكتابتها. لاحظ أن لدينا هنا عشر واحد فقط، فهذا الكل مقسم إلى 10 أجزاء، ولدينا عشر واحد فقط، فنكتبه إما 1 على 10 أو نكتبه عشر من اليسار 0 فاصلة، ولاحظ أن الفاصلة إلى الأسفل 1، وهذا يسمى عشر. أما هذا الشكل فهو يمثل الأجزاء من 100، فلدينا هنا جزء واحد فقط من الكل وهو 100 جزء. نستطيع كتابة الجزء من 100 على طريقة كسر اعتيادي 1 على 100، أو كسر عشري بأن نكتب من اليسار 0 فاصلة إلى أسفل 0 في منزلة الأعشار و1 في منزلة الأجزاء من 100. وللتوضيح باستخدام جدول المنازل، لاحظ أن هذا جدول المنازل الذي تعلمناه سابقا، وأضفنا بعد الفاصلة الأعشار، وأما اليوم سوف نضيف الأجزاء من 100. هنا 0 فاصلة 0 في الأعشار و1 من 100، إذن هذا جزء واحد من 100 جزء. مثال واحد: سأل المعلم 100 طالب عن وجبة الغداء المفضلة لدى كل منهم، وعرض آراءهم على الرسم البياني المجاور، فما الكسر الذي يمثل الطلاب الذين يفضلون الدجاج؟ هيا لنقرأ الرسم البياني. الطلاب الذين يفضلون السمك من 100 طالب عددهم 25، أما الذين يفضلون اللحم فعددهم 30 طالباً، والذين يفضلون الدجاج عددهم 45 طالباً من العدد الكلي وهو 100 طالب. هناك طريقتين لكتابة الكسر الذي يمثل الطلاب الذين يفضلون الدجاج بحسب المطلوب في السؤال. الطريقة الأولى هي طريقة الكسور الاعتيادية. شاهد معي هذا التمثيل ل100 طالب. هذا التمثيل يمثل 100 طالب، لأنه يوجد لدينا هنا 100 قسم في هذا المربع. عدد الذين يفضلون الدجاج هم 45 طالباً. كيف نمثلها بالكسور الاعتيادية؟ قراءة نقول 45 جزءاً من 100. أما الكتابة فنكتب في المقام العدد الكلي وهو 100، وفي البسط الأجزاء المظللة في هذا التمثيل، أو عدد الطلاب الذين يفضلون الدجاج وهو 45، ويصبح لدينا كسر 45 جزءاً من 100. أما الطريقة الثانية فهي طريقة الكسور العشرية، وهي درسنا لهذا اليوم. أولاً، لكي تسهل علينا العملية في البدايات، نرسم جدول المنازل. هذه المنازل الأكبر من 1، أحد، عشرات، مئات، ألوف إلى آخره، وهذه المنازل بعد الفاصلة الأصغر من 1 أو الأجزاء من 1، الأعشار، ثم الأصغر منها وهي الأجزاء من 100. يوجد لدي في هذا التمثيل نضع 0 في منزلة الأحاد، وهنا 45. كيف نكتب 45؟ في الأعشار 40، وفي الأجزاء من 100 5. وبالتالي أصبح لدي من الواحد الكامل وهو الأحاد هنا 0، والجزء الذي يمثل الذين يفضلون الدجاج على هيئة الكسر العشري 45 جزءاً من 100. طريقة القراءة 45 جزءاً من 100. أما طريقة الكتابة فهي كما تشاهدون هنا، من اليسار 0 ثم الفاصلة ثم الأجزاء، وهي 45 جزءاً من 100.
هيا لنبدأ في التمارين. في هذا التمرين اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل. أولا الكسر الاعتيادي، لاحظ أن لدي هنا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، إذن هنا 10 مظللة، وهنا أيضا 20 30 40 50، فلدي 50 جزء مظلل من الكل وهو 100 جزء، فنكتب الكسر الاعتيادي 50 على 100، وهذا ما تعلمناه سابقا. أما الكسر العشري بنفس الطريقة تماما، ولكن نكتب 0 على اليسار ثم فاصلة إلى أسفل 50. وهنا معلومة مهمة، 50 من 100 تساوي 5 أعشار. كيف نعرف ذلك؟ أي صفر موجود عن يمين الفاصلة ولا يوجد بعده أعداد نستطيع أن نتخلص منه لكي تكون الكتابة أسهل ومختصرة، وبذلك نستطيع أن نكون أكثر ذكاء. فنقول الكسر العشري إما 50 من 100 أو 5 أعشار. لنأخذ تمرينا آخر، اكتب الكسر الاعتيادي والكسر العشري الذي يمثل الجزء المظلل. لاحظ أن الجزء المظلل هو 1 2 3 4 5 6 7، إذا لدي 7 أجزاء مظللة من الكل وهو 100 جزء. 100 جزء هذه عديتها مسبقا، لذلك أنا أعرف عددها. لدي 7 من 100، نكتبها على هيئة كسر اعتيادي 7 على 100. أما الكسر العشري فنكتب 0 ثم فاصلة إلى أسفل ثم 0 في منزلة الأعشار و7 في منزلة الأجزاء من 100، ونقول 7 أجزاء من 100، أو نستطيع اختصارها بأن نقول 7 من 100. لنأخذ مثالا آخر، اكتب الكسر الاعتيادي على صورة كسر عشري في كل مما يلي. 90 على 100، 90 على 100 بكل سهولة أكتب فاصلة ثم 90، إذن 0.90. وكما قلنا الأصفار التي عن يمين الفاصلة نستطيع التخلص منها، فيصبح لدي 9 أعشار، إذن 90 من 100 تساوي 9 أعشار. ننتقل إلى المسألة الثانية، 3 على 100، 3 على 100 نكتبها كالتالي، 0.03، فلا يوجد لدي هنا أعشار ولكن يوجد لدي فقط أجزاء من 100، فنقول 3 من 100. لاحظ إذا كان هنا في البسط منزلة واحدة فقط فنضع بعد الفاصلة مباشرة 0 ثم نكتب المنزلة التي موجودة لدي وهي 3 من 100. 77 على 100 نستطيع كتابتها بكل سهولة، 0 فاصلة إلى أسفل 77، مرة أخرى من اليسار 0.77. نأخذ مثالا آخر، اكتب الكسر العشري على صورة كسر اعتيادي في كل مما يلي. أولا يوجد لدي هنا 0.06، هذا ما هو مكتوب من اليسار إلى اليمين. كيف أقرأها؟ 6 من 100. لماذا؟ لأنه يوجد لدي في منزلة الأعشار 0 وفي منزلة الأجزاء من 100 6، فنقول 6 من 100. أما الكسر الاعتيادي فسيكون 6 على 100. المسألة الثانية أقرأها من اليسار إلى اليمين، 0.6، هذا ما هو مكتوب أمامي. أما طريقة القراءة الصحيحة فهي 6 أعشار، 6 أعشار، ولكن إذا أردت أن أكتبها على هيئة كسر اعتيادي فيه في المقام 100 فنقول 60 من 100، أو نستطيع أن نكتب 6 على 10. وهنا أخيرا 0.13، نستطيع أن نكتبها على هيئة كسر اعتيادي بأن نكتب، لاحظ مكتوب 0.13 ولكن عندما أقرأها أقرأها 13 من 100، لأن 13 بعد الفاصلة، فنقول 13 على 100. أحسنتم وبارك الله فيكم. الآن وصلنا إلى التقويم، اكتب التمثيل التالي على شكل كسر اعتيادي وكسر عشري. لاحظ هنا لدي الكل 100 والأجزاء المظللة 99، إذن المقام هو الكل 100 بينما الأجزاء 99،
ونكتبها على هيئة كسر عشري من اليسار 0.99، وعند قراءتها أقرأها 99 من 100. أما هذا التمثيل، هيا نعد التمثيل 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وهنا 20 30 31 32 33 34 35 36 37. إذن المقام 100 وهو الكل، والبسط عدد الأجزاء 37، ونكتبها من اليسار إلى اليمين 0.37، ونقرأها 37 جزءا من 100. هذا التمثيل يوجد لدي فقط 3 أجزاء مضللة من الكل وهو 100، وأما البسط سيكون الأجزاء المضللة 3. أما الكسر العشري سيكون 0.03، ونقرأها 3 من 100. وصلنا الآن إلى الملخص. تعلمنا اليوم الأجزاء من 100 قراءتها وكتابتها، وقلنا أن الأجزاء من 100 هي جزء من 100 جزء متطابقة. وللتحويل بين الكسر الاعتيادي والكسر العشري، نستطيع أن نكتب في منزلة الأعشار الأجزاء من 10، وفي منزلة الأجزاء من 100 نكتب العدد الآخر، وبالتالي يصبح لدي كسر عشري 3 على 100 بحسب الموجود لدي هنا. أما القراءة والكتابة، فاستطيع أن نكتب هذا المثال 3 من 100 قراءة وكتابة 0.03. أحسنتم وبارك الله فيكم. أشكر لكم حسن استماعكم، وأتمنى لكم التفوق دائما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.